السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع في درسنا لهذا اليوم وعنوانه البيئة في الإسلام. بداية، كلنا نعلم أن الإسلام حثنا على الاهتمام بالنظافة، وأن النظافة هي جزء لا يتجزأ من الإنسان المؤمن. ومن أهم مظاهر الاهتمام بالنظافة وهي البيئة والعناية بها. قبل أن نبدأ بمظاهر الاهتمام وعناية الإسلام بالبيئة، يجب علينا أن نعرف البيئة. ما هي البيئة يا رابع؟ أحسنتم، البيئة هي كل شيء يحيط بالإنسان كالماء والهواء والتراب. طيب، الآن من يذكر لي أهم مظاهر عناية الإسلام بالبيئة؟ أحسنتم، اعتنى الإسلام في البيئة واهتم بجميع مظاهرها، ومن أهم هذه المظاهر المحافظة على الماء، وأيضا المحافظة على الهواء، والمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، وأيضا من أهم المظاهر محافظة الإنسان على المرافق العامة والاهتمام بها، ونهاية وأهم شيء المحافظة على النظافة الشخصية. طيب، من يخبرني كيف نحافظ على الماء؟ أحسنتم، نحافظ على الماء وذلك بعدم تلويثه ورمي النفايات في المياه الجارية. وأيضا من أهم مظاهر المحافظة على الماء عدم الإسراف في استعمال الماء، فيجب علينا أن نستعمل مثلا الدلو بدلا من الخرطوم في غسيل السيارات. والآن كيف نحافظ على الهواء؟ أحسنتم، نحافظ على الهواء يا رابع وذلك بعدم تلويثه بدخان المصانع، وأيضا عدم التدخين. والآن كيف نحافظ على الثروة الحيوانية والنباتية؟ أحسنتم، نحافظ على الثروة الحيوانية وذلك بالاعتناء بالحيوانات وعدم إيذائها وعدم صيدها لأجل العبث والتسلية، ونحافظ على الثروة النباتية وذلك تكثير الزراعة وألا نستخدم قطع الأشجار لغير الحاجة. أذكر لي يا رابع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة بخصوص الثروة النباتية. أحسنتم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة الجيش بأن لا يحرقوا نخلا وأن لا يقطعوا شجرا، وذلك لأهمية الثروة النباتية في الدين الإسلامي. كيف نحافظ الآن على المرافق العامة؟ ما هي المرافق العامة يا رابع قبل أن نتحدث عن المحافظة عليها؟ أحسنتم، المساجد والحدائق العامة والطرق والمتنزهات والأسواق والمدرسة، هذه كلها تعتبر مرافق عامة يستخدمها الناس جميعا، فكيف نحافظ عليها؟ وذلك بالاهتمام، أحسنتم، وذلك بالاهتمام بنظافتها وإماطة الأذى عن الطريق، وذلك رتب عليه الإسلام الأجر والثواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة. أما بالنسبة للنظافة الشخصية ونظافة الإنسان، فهذا الشيء حث عليه الإسلام بشكل كبير وأمرنا بالعناية بالنظافة الشخصية، فمثال على ذلك أمرنا باستخدام السواك، وبدلا من ذلك نستبدله الآن بتنظيف الأسنان يوميا، وأيضا من السنة تقليم الأظافر، فحثنا الإسلام على قص الأظافر لأنها تعتبر مكان لتجمع الميكروبات والجراثيم، وأيضا
استخدام العطور، وذلك لتكون رائحة الإنسان المسلم رائحة طيبة يحبه الجميع ويحب الاقتراب منه. وأيضا أهم شيء أيضا نظافة الثياب وقص الشعر وتمشيطه، ويجب أيضا علينا غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء منه. وأيضا من أهم الأشياء التي حث عليها الإسلام عدم الشرب من أفواه الآنية، لا يجب علينا أن نشرب الماء من فيه الآنية، ويجب علينا أيضا من السنة أن نشرب الماء ونحن جالسون. وأيضا من السنة التي وضعها الإسلام الاغتسال يوم الجمعة، وذلك ليذهب الإنسان إلى الصلاة ذو رائحة طيبة وذو مظهر جميل ولائق لصلاة الجمعة. وهكذا يا رابع نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. واجبنا الآن هو حل الأسئلة الدرسية على الدفتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.